حلقتنا بتكفي وجولة على أبرز النشاطات الثقافية، وضمن هالنشاطات عم يشهد مسرح مترو المدينة على حفل رح تحييه الفنانة زويا عوكي سبت 2 تموز. حفل موسيقي رح تقدم خلاله مجموعة من أغاني الطرب لفناني العصر الذهبي مثل عبد الحليم حافظ، صباح، فيروز، وردة وغيرهم. إذا الموعد بمترو المدينة ب 2 تموز مع زويا عوكي. حلقتنا بتكفي مع معرض خاص بالحرف العربي لسمير صايغ. هالمعرض مستمر ل 28 الشهر من الاثنين للجمعة، الموعد من 10 للساعة 6 المساء، والسبت من 10 الصبح للساعة 1 قبل الظهر. إذا معرض سمير صايغ مستمر بشارع عبد العزيز جالوري أجيال بالحمرة. رح تابع مع هشك بشك يلي مستمر طبعا بنجاح، وبيعطيكم موعدين هالأسبوع الخميس والجمعة بمترو المدينة مع ياسمينة فايد وزياد الأحمدية والمجموعة الحلوة اللي رح تقدم أجمل أغنية. ومن ضمن مهرجانات بيت الدين الدولية والأوف فيستيفال هالمرة ب 19 تموز تحية للفنان الكبير زكي نصيف. التحية رح يقدموها لبام وكورال الفيحاء بسهرة أكيد رح تكون مميزة مع رائد من رواد الأغنية اللبنانية زكي نصيف. كنا عم نشوف اذا لبام بمقطع موسيقي هالشباب والصبايا اللبنانيين اللي لهم محطه تقريبا سنويه مع مهرجانات بيت الدين ضمن الاوف فيستيفال. رح تابع ولكل محبي موسيقى جاز فرقه عنوتا رح تقدم الجمعه 27 حزيران الساعه 8 بمسرح المدينه البوما الجديد. الفرقه مؤلفه من بترا حاوي، وجدي ابو دياب، جهاد زغيب. وبذكر اذا الموعد هالجمعه الساعه 8 بمسرح المدينه مع اطلاق جديد لالبوم. خلينا نشوف مقطع صغير من شغلهم. رح تابع وهالمرة بنتقل للمهرجانات الدولية، محطة يعني هالسنة اخذ كل زخمة. البداية بتكون مع مهرجانات بعلبك الدولية. ظافر يوسف رح بيكون على الموعد الأحد 10 آب لكل اللي بيحبوا الأورينتال جاز. موعدكم بمعبد باخوس إذن مع ظافر يوسف ب 10 آب. لكل اللي بيحبوا تانيا صالح، الخبر كتار منكم صاروا يعرفوه، لكل يلي بعد ما بيعرفوه، تانيا صالح رح يكون عندها حفل ضمن إطار مهرجانات بعلبك الدولية الجمعة 22 آب بمعبد باخوس، تتقدم أغنيتها اللي منعرفها وتتقدم كمان جديدة. المسائل عن حاله منه سائل، طالع على بيو عائل شبه هديه.
تابع كمان مع المهرجانات الدولية، وهالمرة مع بيبلوس. يعني كان له محطتين السنة الماضية ضمن هالمهرجان، طبعا كانوا الحفلات يعني فول، والسنة بيرجع مرة جديدة على لبنان السبت 19 تموز تيقدم الألبوم الجديد إنسبيراتو. رح كفي من جبال على البترون، وكمان ضمن إطار مهرجانات البترون الدولية، محطة يعني مشهورة فيها مدينة البترون يلي هي الأوبن إير بارتي. السنة الموعد مع دي جي بوب هاورد، أحد المجددين بالموسيقى الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين. عم تتخيلوا الجو كيف يعني بتتسكر المنطقة كلها، وبيكونوا الآلاف لبل عشرات الآلاف عم يسهروا. الموعد السنة السبت، إذا السنة السبت 23 آب بالبترون. وهيك بنكون ختمنا جولتنا على أبرز المواعيد الثقافية والفنية. شو وضع الطرقات؟ رح نعرف أكثر مع جوال. مباشرة إلى غرفة التحكم للمرور عبر اتصالنا المباشر اليوم مع الرئيب أول سعيد الحاج. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. صحتك وأنت كمان. بالنسبة لحركة السير اليوم الأربعاء، عندنا المدخل الشمالي من جوني عم تشهد حركة سير ناشطة من مفرق غزير وصولا حتى جسر الأوكال. إجمالا بيرتاح من جسر الأوكال وصولا حتى جسر النقاش، بيرجع بيضغط من جسر النقاش وصولا حتى الكارانتينا. هذا بالنسبة للمسلك الغربي. نعم. أما بالنسبة للمسلك الشرقي إجمالا عم يشهد حركة سير طبيعية. عندنا بولفار سن الفيل من نهر الموت باتجاه الإشارات عم تشهد حركة سير ناشطة. نعم. كذلك حركة سير كثيفة من جسر الحايك باتجاه جسر الواطي. أيضا عندنا حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه أنفاق المطار. نعم. ومن المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم وصولا حتى الوسط. أوكي. عندنا المدخل الشرقي عم تشهد حركة سير ناشطة إجمالا على الخط اللي نازل من قوية عرية باتجاه بيروت. نعم. وتصبح كثيفة على أوتوستراد الياس الهراوي باتجاه الأشرفية. إجمالا هيدا كل شيء. أي أشغال على الطرقات كان جمعة الماضية؟ عندنا أشغال هون ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفريات لتمديد كابلات كهربائية على جانبي نفق جادة الفريد نقاش في محلة الأشرفية أوتيل ديو، وذلك اعتبارا من الساعة 22 من المساء يوم الأربعاء 25 اليوم، يعني غاية يعني الساعة 6 من صباح اليوم التالي، يعني اليوم الساعة 10. بس الشغل رح بكون بالليل. صح، من الساعة 10 بالليل للساعة 6 الصباح. نعم، بس كان في أشغال بلشت جمعة الماضي بطلعة الفنار. خلصت؟ طلعت الفنار هيدي انتهت. طلعت الفنار شالي سوي. صح. عظيم. اوكي. حوادث سير؟ هيدي الاشغال هلا حاليا عنا، وعنا الحوادث خلال 24 ساعة الماضي حصل 5 حوادث نتج عنهم قتيلين و4 جرحى. كثير الحصيلة. اتمنى هيدا كل شيء حتى الساعة. نعم، شكرا لك الرقيب اول سعيد الحاج، يعطيك العافية. بنحكيكم بكرة، رح نتوقف مع فاصل جديد، من بعده متابع اخبار صباح، خليكم معنا.